احنا درسنا اليوم عن السيديمنتيشن، والسيديمنتيشن يفترض انه انتم هذا الموضوع ماخذينه في بيئه واحد، لكن في اختلاف بسيط في تطبيقاته للوست ووتر تريتمنت. ففي كل الاحوال راح اعيد شوي الثيوري تكون المفروض تكونوا اخذتوها، بعدها ناخذ الابلكيشن في التصميم في الوست ووتر تريتمنت. اعطوني بس ثواني هلا برجع. تمام، عمليات السيديمنتيشن والفلتريشن هم اقدم عمليات ما رسموا بالانسان تقريبا منذ بدء الخلق على الكره الارضيه، وجود مظاهر للتلوث، فكانوا اكثر عمليتين يستخدموا في تنقيه المياه. كلمه سيديمنتيشن بشكل عام هي انه نترك الماء لفتره معينه، فالرواسب العالقه فيها اللي احنا هلا صرنا نعرف نسميها سسبندد سوليدز بترسب مع الوقت، بتصفى الماء عندي بالطبقات العليا من الماء. راح نحكي شوي عن سيديمنتيشن ثيوري، راح نحكي عن سيديمنتيشن براكتس وسيديمنتيشن بيسن ديزاين. فهذا اللي حكيناه احنا عنه، انه السيديمنتيشن مترك المي بالعاده فتره ساعتين لاربع ساعات. في التصميم احنا بننزل الوقت كمان، بنحاول ندور على اقل وقت ممكن عشان نعمل عمليه السيديمنتيشن، لانه الوقت هذا اللي بنسميه ريتنشن تايم بياثر على الفوليوم للسيديمنتيشن بيسن. طبعا اقتصاديا انا بدي اقل فوليوم ممكن يؤدي لي الهدف. عندنا اربع انواع من السيديمنتيشن. إيش بنسميه تايب 1 ديسكريت بارتيكل سيتلينج، تايب 2 اللي هو فلوكلنت سيتلينج، وتايب 3 اللي هو هندرد سيتلينج، تايب 4 اللي هو كومبريشن سيتلينج. زي ما احنا هنا شايفين بالرسمه، نوعيه التايب اوف سيديمنتيشن بعد عوامل كتير، منها البارتيكل مورفولوجي، وبعتمد على البارتيكل كونسنتريشن، وكمان اذا بيحمل شحنه. في عندنا بجزء محل ما بأثر بالماوس ديسكريت بارتيكل سيتلينج، لما تكون كل بارتيكل ترسب لوحدها نتيجة الجرافيتي بدون تأثير على الأذر بارتيكلز. إذا صار في عندي تجاذب وتنافر، بالتالي خاصية التجاذب لاختلاف الشحنات بين بعض، فبتتجمع البارتيكلز مع بعضها وترسب بشكل كانهم بارتيكل واحدة، فبيكبروا فبتكون العملية محسنة أكثر. في عندنا الهندرد or zone settling، لما تصير البارتيكلز الكبيرة ترسب بسرعة أكبر من البارتيكلز الصغيرة وتتداخل فيما بعدها، بتعمل عندي زي نسميها مش، تمام، وهي نازلة، فبتصير لما تكبر حجمها بيكبر وزنها، بتنزل بسرعة أكثر، بتصير تخرج محل البارتيكلز الصغيرة المتفرقة، فزي كأنه نسميها هندرد، يعني معنا بالغصب غصب عنها أخذتها معها. الكومبريشن سيتلينج بتصير في قاع الخزان، مش في الكلير سوليوشن، لما تبلش عندي البارتيكلز ترسب على قاع الخزان، مع الوقت بصير عندي تهرب الخلايا المي من بين البارتيكلز، فبالتالي بينزل حجم البارتيكلز، بكل حجم البارتيكلز، فهذه بنسميها الكومبريشن سيتلينج. بدي احكي بشكل عام، بشكل انه طبعا انتم عارفين كلمه سيتلينج وسيديمنتيشن وكلاريفيكيشن، هم بيعنوا تقريبا نفس الشيء، ما اختلاف بسيط بينهم، بس انهم هم بالهندسه عندنا كانجينيرنج سيتلينج سيديمنتيشن وكلاريفيكيشن ذا سيم. تايب 1 سيديمنتيشن ما في عندنا فلوكليشن بصير، بمعنى فيش عندنا اختلاف بالشحنات او تاثير للشحنات على البارتيكلز، فبالتالي كل بارتيكل بهبط كانه فري فول، بنسميه فري فولينج بودي، وهي العمليه ممكن افتراضا تطير في اماكن كثيره، ايش بنسميها بري سيديمنتيشن اوف ساند ريموفال بري كواجوليشن ان سيرفيس ووتر تريتمنت. بتصير لما يكون مثلا في عندي نهر جاري، اخذ المي اخليها ترسب لفتره بسيطه قبل ما استخدمها مثلا في عمليه الكوجريشن فلوكريشن، بسميها بري سيديمنتيشن. كمان السيتلينج للساند بارتيكلز الفلترز اللي اخذ درس بيئه واحد، برضه هاي ممكن نسميها تايب 1. وفي عندنا الجريد تشامبر اللي حكي عنه سابقا،
هذا برضو ممكن اعتبره تايب 1. الثيوري عندي للفري فولينج بادي، لما يكون في عندي بادي بيعمل فري فول ماشي بسرعه ثابته، او خلينا نحكي من شيء هو ماشي بسرعه ثابته، معناته بيعني لي انه محصله كل القوى اللي على هذا البارتيكل بتساوي صفر. هذا قانون نيوتن الثاني. قانون نيوتن الثاني بيحكي عن سيجما فورسز بتساوي ام في اي. فلما تكون عندي الاي بتساوي صفر معناته السيجما فورسز بتساوي صفر، والاي بتساوي صفر في حالتين، اذا الجسم ساكن او الجسم ماشي بسرعه ثابته. القوة الموجودة عندي على الجسم أول إشي قوة الجرافيتيشن ناتج عن وزنه اف جي، قوة البويانسي اللي هي الطوفانية نتيجة فرق الكثافة بين كثافة الجسم والمحيط اللي حواليه، والقوة الثالثة بنسميها دراج فورسز أو هي نفس الفريكشن فورسز اللي أنتم تدرسوها في الفلويد ميكانيكس والهيدروليكس. اختلاف كلمة فريكشن عن دراج لها علاقة فقط للتفريق، لما يكون أنا بعتبر أنه في عندي فلويد هو اللي ماشي وفي عندي السوليد ملامس له ساكن، زي في الحالة فلو ان بايبس الفلويد ماشي جوا البايب، فمنطقة الانتر اكشن بين الفلويد وسطح البايب فهاي بنسميها فريكشن، والقوة اللي تنتج عنها بنسميها فريكشن فورسز. لما نعتبر انه عندي الفلويد نوعا ما ساكن والجسم الصلب هو اللي بتحرك زي الحالة اللي عندنا هون، أو حالة إطلاق الرصاصة في الهواء أو حالة الطيارة، الجسم الصلب هو اللي بتحرك والفلويد اللي حواليه نوعا ما هو اللي ساكن، فالفورسز بتتشكل نتيجة الاحتكاك بين الجسم الصلب والفلويد بنسميها الدراج. هذا هو الفرق الاختلافات. لو عوضنا محل كل واحد من هدول القانون تبعه اللي بعبر عنه الجوفرنينج إكويشن يعني الجرافيتيشن فورس اللي هي رو اس جي في في بارتيكل، والبويانسي رو جي في في بارتيكل، والدراج بتساوي يمكن تكون اول مره اخذتوه او اتوقع يمكن درستوه بالفلويد ميكانكس، تساوي دراج كوفيشنت في الاريا سيرفيس في رو في سكوير على 2. تمام. هلا كون الجرافيتيشن فورسز هو سمبلي ام في جي، هذا ام في جي، فالرو اس اللي هي density للسفير أو البارتيكل ضرب الفوليوم هي الماس هي الجي. تمام. والقانون البويانسي أخذته في فلويد ميكانيكس، وقانون الدراج كوفيشنت يمكن يكون أخذته في الفلويد ميكانيكس. لو سوينا هاد بس بدي أرجع لهذه بعدين، لو سوينا لهذه القوة عملنا سيجما فورس بتساوي صفر وعدة ترتيبها تطلع عندي بالنهاية، هاي بطلع ال VS لبرا تطلع عندي هاي الإكويشن، هاي بنسميها نيوتن سيتلينج فيلوسيتي، هاي نيوتن سيتلينج فيلوسيتي. هلا زي ما احنا شايفين نيوتن سيتلينج فيلوسيتي عندي فيها اللي هي CD، هذا بنسميه دراج كوفيشنت، والدراج كوفيشنت هذا له علاقه برينولد، له علاقه في رينولد نمبر، ورينولد نمبر زي ما انتم درستوا سابقا هو الفي اس في دي على نو، بمعنى السرعه في في لينث سكيل. الحاله هون بناخذ اللينث سكيل اللي هو الدياميتر للبارتيكل على الكينيماتيك فيسكوسيتي، يمكن تدرستوها بشكل اخر اللي هو رو في دي في في على ميو. طبعا لما ناخذ رو من البسط للمقام بتصير عندي ميو على رو، فهي الكينيماتيك فيسكوسيتي. حسب تجارب رينولد على السفيرز، او بدي احكي لكم شغله، هذا مش زي رينولد في البايبس، طبعا نفس القانون لكن الحدود بتختلف. فرينولد بالنسبه للسفيرز فري فولينج سفيرز قسم عندي الريتس او المراحل الى اربعة. اذا كانت عندي ار اقل من نص، ار اقل من نص هذه اللامينر بتساوي سي دي 24 على ار. هلا فرجيكم منين جابها، هاي عملت تجارب هون عندي،
عملت تجارب على different spheres أو different particles، منهم spheres، منهم ديسكات يعني الأسطح هذولا، سلندرات and so on, different diameters، ورسم العلاقة بين رينولد نمبر مع النيوتن كوفيشنت دراج سي دي. فملاحظين أنه كل الأشكال هذولا في مرحلة اللو رينولد نمبر تقريبا كلهم متساويين بطريقة علاقة بينهم. فمن هون جاب أنه العلاقة السلوب عندي 24 على R. وفي منطقة لما بنعلى كتير للسفيرز بتصير الR أكثر من 10 قوة 4، لما يكون R أكثر من 10 قوة 4 السي دي بتثبت بتصير 0.4، لكن هاي للسفيرز. طبعا أنا عندي بالوست ووتر بعمل assumption أنه كل البارتكلز عندي somehow سفير، 70% البارتكلز سفير، ما في عندنا سلندرات وديسكات. إذا كان عندي في علم آخر افتراض آخر بدي أخذ عند التربلنت ريجن قيم مختلفة، يعني السلندرات على سبيل المثال بتساوي 1، سي دي بتساوي 1، سفيرز بتساوي عندي 0.4. المرحلة بالنص بنسميها ترانزيشن، اللي هي رينولد بين نص وعشرة قوة أربعة. في عندي قانون اللي هو هذا اللي هون اشتقاق برضو هذا السفيرز، 24 على R، 3 على R قوة نص زائد 0.34. فأنا لما بعرف الرينولد بعرف السي دي تمام، وبقدر أعرف السيتلينج فيلوسيتي للفري فولينج بارتيكل اللي عندنا هنا. احنا بنحكي عن التايب 1 سيديمنتيشن. ليتر اون اجى شخص اسمه ستوكس عمل اشتقاق لقانون آخر للسيتلينج فيلوسيتي، وحكي عندي انه السيتلينج فيلوسيتي جي بتساوي جي في رو اس ناقص رو دي سكوير على 18 ميو. لما شفنا السيتويشن اللي بيشتغل عندها قانون ستوكس لو كان ترينو الاقل من واحد، يعني تقريبا احنا بنحكي في اللامينار ريجن. هلا هدول مش قانونين مختلفات، هدول مش قانونين مختلفات. هاي عندي هون سي دي بتساوي 24 على ار تمام في مرحله اللامينار. اذا عوضنا في قانون نيوتن محل السي دي هون 24 على R بيطلع عندي هذا القانون، قانون ستوكس. لكن قانون ستوكس only شغال في اللامينار ريجن، قانون نيوتن شغال في كل الريجنز. في عنا example, what is the settling velocity of a grit particle with a radius of 0.1 millimeter and specific gravity of 2.65. الووتر تمبرتشر is 22 ديجري سنتيغريد. طبعا الووتر تمبرتشر عشان نطلع منها الكينيماتيك فيسكوسيتي. طبعا هذا السؤال يبدو من بدايته انه هو سهل، لكنه مش سهل. انا عندي الكينيماتيك فيسكوسيتي بقدر اطلعها 22 ديجري سنتيغريد، عندي الرو 2.65 يعني 2650 تقريبا، والدياميتر 0.1. لو اجينا على قانون ستوكس بنلاقي كل شيء عندي موجود، الرو 2650، 1000 للماء، دي سكوير 0.1 بس بنحولها لوحدات المتر، الجي معروفه، الميو بطولها على درجة الحرارة، تطلع عند السيتلينج فيلوسيتي. لكن ننسى شغل انه هذا قانون ستوكس هو فقط لللامينار. فانا كيف اتأكد انه ده لامينار ولا مش لامينار؟ بدي استخدم الرينولد. الرينولد عندي بساوي دي في في اس على الكينيماتيك فيسكوسيتي. طب انا كيف بدي احسب الرينولد بالاول وانا مش عارف الفي اس؟ فاذا حسبنا الفي اس بالاول من قانون ستوكس وعوضنا هون عشان نعرف الرينولد وما طلعت لامينر، معناته القيمه مش مظبوطه. فهذا الحكي معناته اني انا بدي اعمل ايتريشن، بعمل كالتالي، باجي على قانون ستوكس بطلع قيمة بدائية، بحسب منها الرينولد. بعد ما أحسب الرينولد، إذا كانت الرينولد في اللامينر فمعناته خلاص هاي الفي اس صحيحة. إذا الرينولد مش في اللامينر بدي أحسب السي دي،
بدي احسب السي دي، وبعد ما احسب السي دي بدي احسب الفي اس، وارجع مره ثانيه اعوض بالرينولد، وبعدين احسب السي دي والفي اس، اضلني اعمل اتريشن لحد ما انه الفي اس في مرحله لاحقه بتساوي الفي اس في مرحله سابقه، او انها الرينولد بتساوي الرينولد، بس الفي اس تعمل ابروتشنج اسرع لان الرينولد تعطيني رينج عالي، فضلنا نعمل اتريشن لحد ما يتساوي. هلا هذا هو حل السؤال، الهوم ورك اللي معكم، عشان احكي لكم الهوم ورك اللي معكم هذا هو حل السؤال، بدكم تحسبوا الفي اس وتقارنوها بالاوفر فلو ريت. هلا اخر شوي نيجي على الاوفر فلو ريت. كان عندي قانون نيوتن او قانون ستوكس، اي واحد فيهم بدي اسال سؤال وبدي افتح المايك للجميع. سؤال، الست لينك فيلوسيتي للبارتكل على شو بتعتمد؟ الدراج كوفيشنت، كثافة البارتكل، كثافة البارتكل للمحيط على الوسط الموجود في البارتكل، الوسط الموجود في البارتكل، وكمان على خصائص البارتكل، خصائص البارتكل. طيب انا اجملهن اجمال زي ما انتم شايفين، بيعتمد على خصائص البارتكل نفسه وعلى خصائص الوسط اللي هو فيه. متفقين معي؟ في حدا عنده كلام تاني غير هذا؟ ما في. اذا حكينا انه السيتلينج فيلوسيتي بتعتمد على خصائص البارتكل وبتعتمد على خصائص الوسط اللي هو موجود فيه. طيب هلا انا بدي ارسم شغله هنا، بدنا نتعلم شو هي السيديمنتيشن وكيف نقدر نعملها. طبعا هذا السؤال الاول ممكن حل عن طريق السولفر وممكن حل يدوي. تمام، هون بعطي بالكتاب حله عن طريق السولفر. الان احنا في عندنا غير ال في عندنا حكينا عن الاسامبشنز للتايب 1 تايب 1 سيتلينج. اذا بنعمل ايديال سيديمنتيشن بدي اتخيل انه في عندي هذا الشكل. هلا سواء كان ريكتانجولر ولا كان سيركولر كله راح نتعلمه، بس المفروض انكم تاخذوه في بيئه واحد. هلا عندي خزان زي هيك، بدخل عند الفلو من هون، هذا الكيو. تمام، الفلو عمليه السيديمنتيشن بتعتمد بالاساس على انه السرعه قليل جدا جدا جوا البيسن، يا دوب المي بتتحرك لا ترى بالعين المجرده حركتها جوا الخزان، عشان اسمح للبارتكلز اللي فيها اللي هم السسبندد سوليدز والاكبر منهم انهم يرسبوا. فبالتالي انا عشان الفلو جاي عندي معاه قوه اخمدها بحط شيء بسميه تارجت بافل. طبعا هذا ممكن يكون جدار، هاي المنطقه كلها بنسميها الانلت زون، شايفينها هاي المنطقه كلها بنسميها الانلت زون. خلي الفلو يصدم بشيء معين عشان نضيع الانرجي اللي حاملها عشان يطلع عندي بكل سهوله وسلاسه جوا الخزان. كمان قبل ما يفوت على منطقه السيتلينج يكون في عندي جدار فيه فتحات، هذول بنسميهم اورفيسز او بيرفوريتد بافل، اساس انه الفلو يتوزع عندي من خلالهم، احافظ على توزيع للفلو من كل الجهات من اعلى الخزان الى اسفله. بعديها المنطقة هاي سيتلينج زون اللي هي لازم تكون منطقة هادية جدا، very quiet very quiet، عشان اسمح للبارتكلز انها ترسب. البارتكلز اللي بترسب تيجي عندي على القاع هون، اذا كان شكلها هيك او اي شكل اخر، هاي بنسميها السلج زون، المنطقة اللي بتجمع فيها البارتكلز. ممكن يكون في عندي هذا هون الهوبر اللي بس حب منه، ممكن يكون هوبر هون، ممكن يكون الهوبر لقدام، بس يفضل يكون الهوبر بهاي المنطقة، لانه كل ما رحنا على المنطقه اللي لقدام هون بتكون المي فيها انقى. الان كيف اسحب المي نظيفه؟ بسحبها من اعلى منطقه من فوق عن طريق شيء بنسميه الويرز. هلا انا يفترض انه هذا الحكي كله اخذته ببيئه واحد. الويرز هي عباره عن بايبس
معلقة تعليق مقصوصة أو فيها فتحات أو عليها اللي إحنا بنسميهن الويرز بيخدون المي من فوق. هلا عشان تفهموها مظبوط هاي الأجزاء في واحد من الفيديوهات للسيديمنتيشن اللي حملت لكم يعني محطات التنقية مصورها بشكل واضح فبتقدروا تشوفوها بالعين. هلا هاي بنسميها الانلت زون، هاي السيتلينج زون، هاي الاوتلت زون، وهي عند السلاج زون. هلا بدي اجي بدي اخذ منطقة الانلت زون لوحدها، هاي عندي هون كيو اللي داخلي، سوري منطقة السيتلينج زون، راح اخذ فقط منطقة السيتلينج زون الان. بدي اعطي ابعاد العمق اللي فيها ممكن اسميه H، طول الخزان اسميه L، الوث للخزان اسميه W. فبالحالة هاي الفوليوم ايش بيساوي؟ H في L في W، السيرفيس اريا السطحية اللي فوق هاي الاريا سيرفيس بتساوي عندي L في W، الكروس سيكشنال اريا هاي المنطقة اللي هون خلينا نسميه A vertical اللي هي بمعنى اخر الفيرتيكال مع الفلو بتساوي عندي H في W. احنا زي ما بنعرف سابقا السرعة اللي بتمشي فيها المي خلال التشانلز او هدول الخزانات السرعة الافقية U بتساوي ايش بالافرج Q على الاريا vertical، يعني بتساوي Q على H في W. كمان في عنا مصطلح تاني بنعرفه سابقا هو retention time، retention time بيساوي ال V على Q أو بساوي عندي H في L في W على Q. الآن بدي أخذ عندي بارتكل واحد أغير اللون خليه يكون باللون الأحمر، عندي بارتكل واحد ارجع مره ثانيه شوي بس على الالوان اللي هون. الان الاوتلت زون اللي بيكون عندي هون الويرز طبعا بيكونوا اوطى من هيك، يعني المي النظيفه بتدخل على الويرز عشان بس ما نخربطش الرسمه لانه احنا ماشيين بنسق معين. الويرز بيكون عندي هون المي النظيفه تيجي على الويرز. انا اخذت السيتلينج زون برا الخزان وطلع عليها، بدي انا المي لما بتفوت على هذا الخزان وبتطلع منه في هذا الوقت البارتكلز بيكون على الاقل وصل للزاويه هاي اللي هون. فعند مرحله معينه البارتكل راح يكون هون بالنص، ان شفنا اللي عملنا له نشوف شو السرعه اللي ماشي فيها البارتكل هاي، بما انه ماشي بالميل معناته السرعه اللي ماشي فيها هي محصلة لسرعتين تنتين، السرعة العلوية والسرعة الأفقية والسرعة العمودية. السرعة الأفقية ما إلها حل غير أنها تكون هي نفسها اليو، هي السرعة اللي محمول فيها عن طريق الليكويد أو المية، والسرعة الفيرتيكال اللي هي زي قبل شوي عرفنا أن هي الفي أس. ففي عندي سرعتين اليو والفي أس، تمام؟ هلا احنا من قوانين الفيزياء البسيطه اللي تعلمتوها بالمدارس انه هذا البارتكل لما بتحرك من هون
من رأس الخزان إلى تحت، تمام، بيكون انقطع مسافتين، مسافة أفقية ومسافة عمودية. بيكون انقطع عندي مسافتين، بدي يتحرك من هون إلى هون، من أعلى الخزان إلى أسفل الخزان، قطع عندي مسافتين عمودية أفقية. معناته في الحالة هذه أنا بقدر أقول إنها U السرعة بتساوي المسافة على الزمن، مش هيك؟ بتساوي L على T، أي زمن خلينا نسميه T horizontal. والVS السرعة برضو نفس الشيء، بتساوي المسافة على الزمن، VS قطع المسافة هاي اللي هون اللي هي H على T vertical. بالدعم أنا ميوت أول. بصير يمشي عندي البارتيكل بسرعتين مختلف بزمنين مختلفات؟ لا. إذا شو علاقة التي هوريزونتال مع التي فيرتيكال؟ نفس الـ detention time. أوكي. ما نستعجلش شوي. هنا نفس الريتنشن تايم لأنه عندي حالة ايديال. تمام. إذا التي هوريزونتال عندي بتساوي عندي التي فيرتيكال. في الحالة هذه لو عوضنا محل كل واحدة فيهم، ال على يو بتساوي عندي ايش؟ اتش على في اس. طيب نعمل نيو وايت بورد هلا، بس خليكم حافظينها. عيد كتابة بهذه الطريقة، VS على H بتساوي عندي إيش؟ U على L، يعني أنا قلبتهم، تمام؟ طيب في الحالة هاي خلال VS على جهة واحدة، إذن VS بتساوي عندي U في H على L. ومن وشفنا سابقا حكينا إنها U شو بتساوي عندي؟ هاي عندي هون H على L. ال U كانت بتساوي عندي ال Q على HW. على إيش؟ HW. على HW. تمام. ال H مع ال H بتروح، إذا بتصفي عندي ال VS بتساوي Q على WL. و WL قبل الفترة شو حكينا عنها؟ surface area. إذا طلع عندي إنه ال VS بتساوي ال Q على surface area. شو رأيكم هلا؟ قبل شوي سألتكم سؤال إنه ال VS على شو بتعتمد؟ قلتوا لي على خواص البارتيكل وعلى خواص المحيط. أنا هون صارت تعتمد على الهيدروليكس، على ال Q وعلى الجيومتري على السيرفس اريا. هل هذا حكي معقول؟ بدي اسمع الجميع، هل حكي هذا معقول؟ لا دكتور، ما له علاقه بالدايمنشن. طيب هي طلعت عندهم لها علاقه. طيب هلا هي ما لها علاقه، لانه كيو على السيرفس اريا هذه شيء ثاني. الحاله هاي اللي انا درستها الفي اس عندي بتساويها، تمام؟ الفي اس بتساويها الكيو على السيرفيس اريا، الكيو على الاريا سيرفيس، هاي بنسميها اوفر فلو ريت، تمام؟ هاي خاصيه بنسميها اوفر فلو ريت، وهي الكيو على السيرفيس اريا بغض النظر كيف شكل الفلو داخل عندي وطالع عندي من الخزان، دائما الكيو على السيرفيس اريا اوفر فلو ريت. هلا الاوفر فلو ريت اذا كانت ممكن كمان نسميها أسماء مختلفة، surface load أو surface loading rate، ممكن نسميها filtration rate في حالة الفلاتر، ممكن نسميها hydraulic rate،
أو الهيدروليك لود. إلها أسميات مختلفة وين بتكون موجودة عندي في التطبيقات، إلها مسميات إلها مقابلة. في السيديمنتيشن بنسميها أوفر فلو ريت. هلا في الحالة هاي الـ VS بتساوي الـ أوفر فلو ريت، الحالة اللي عندي الـ ideal، الحالة اللي بتساوي الـ ideal. بدي بس أنا أفرجيكم شغلة. هلا إحنا قبل شوي رسمنا السيديمنتيشن بيسن عندي بهذا الشكل، وحكينا عندي انه في هاي الحاله كان ال في اس بتساوي ال... اوكي بس ثواني. طبعا ممكن احنا الكيو على السيرفيس اوفر فلو ريت في الحاله هاي اللي هون هاي نسميها في نوت، نعطيها الرمز في نوت. هاي هي عندي سوري خلينا هاي اللي هي عندي اللي هي الاوفر فلو ريت في نوت. كان في اس بتساوي في نوت في الحاله هاي. طبعا الفي اس تعتمد على خواص البارتكل، الفي نوت تعتمد على الفلو والجيومتري. فانا هاي الكيس 1. الكيس 2 بدي اغير اللون. الكيس 2 لو فرضنا انه هذا الخزان اجينا زدناه، كبرنا في المساحة السطحية تبعته وفي الفوليوم تبعه طبعا زيادة الدايمنشن، هل الفي اس بتختلف في الحالة هاي؟ الفي اس ما لها علاقة صح؟ الفي اس لها علاقة بالبارتكل، ما لها علاقة في الخزان. لكن الفي نوت شو صار فيها؟ الفلو ضل زي ما هو والاريا كبرت والاريا كبرت. شو كان صار في الفي نوت؟ كويس. اذا صارت في اس عندي مالها في الحاله هاي اكبر من في نوت 100%. تمام. في عنا حاله ثالثه، اجينا صغرنا الخزان، صار هاي حدود الخزان. في الحاله هذه عندي في اس مالها اقل من في نوت. في نوت كبرت. لاحظوا عندي انه الحالتين الاولى هذول الحالتين اذا كانت في اس بتساوي الفلو ريت او اكبر من الاوفر فلو ريت بصير عندي نوعا ما اكسلنت سيديمنتيشن. هلا بديش احكي يعني او هاي افيشنس. ليش؟ لانه الحاله الاخيره احتمال كبير انه البارتكل اللي قاعد بيرسب عندي من هون ماله ما يلحق يطلع برا الخزان او يرسب في قاع الخزان، سوري، فممكن يحمل مع الفلو لبرا لانه احنا في الحاله الطبيعيه بده ينزل هو لتحت. هلا فهدول الحالتين اجباري عندي انها الفي نوت تكون اقل او تساوي من الفياس. السؤال اللي هو مورك اللي معكم بقول ميك تشيك انه السيتلينج فيلوسيتي للجريد بارتكلز اللي هو 1 مليمتر اللي اخذناه اعلى او يساوي الاوفر فلو ريت. فبدكم تحسبوا السيتلينج فيلوسيتي والاوفر فلو ريت وتقارنوهم ببعض. تمام. وتعلمنا درس هون شو هو الخواص السيتلينج عن طريق الفينوت. الان بالكتاب عندكم معطي نفس العلاقة هون لكن مشتقة للسيركولار سيدمنتيشن. فبدي اعمل شير انا، نرجع للسلايد.
لأن نفس الشيء مسكة للسيركولر، هاي السيركولر نفس الشيء بيكون عندي سيتنج زون، عندي سلاج زون، عندي انلت زون، طبعا بتكونش بهذا الشكل، عندي الاوتلت زون. الاوتلت زون هون احنا عاملين قص في السيركولر تانك، فهو بيكون عبارة عن قلة دائرية ملتفة حوالين الخزان كله، يعني بتكون داخل الخزان قناة دائرية. تمام، فهذا المصطلح الاوفر فلو ريت في نوت بساوي كيو على الاريا سيرفيس. وعشان نجيب 100% بارتكل ريموفال او انها ريمين في التانك، لازم تكون الفي اس اكبر او تساوي من الفي نوت. تمام، وعندي هون الاشتقاق كامل موجود عندكم. في عنا اكزامبل هون، اكزامبل مش الاكزامبل الصحيح. اذا عندي خزان في مدينة اسمها سلوبو هولو، اله مصمم على اوفر فلو ريت 17 متر مكعب لكل دي، لكل متر مربع. بدنا نشوف البرسنتج ريموفال اذا كان عندي بارتيكلز لهم ديفرنت سيتلينج فيلوسيتيز 0.1 ملم بير سكند. بدي بس انا قبل ما نحل هذا السؤال او نطلع عليه، بدي اوضح شغله معينه، انه بشكل عام اي سرعه يو في اس، اي سرعه بناخذها الوحدات تبعوتها اليونتس دائما اللي هن الديستانس اوفر تايم، يعني زي متر بير سكند، متر بير دي، من انواعها. الفي نوت وحداتها زي السرعه، ما في بينهم مساواه قبل شوي شفنا. لكن الاوفر فلو ريت عشان نفرقها عن السرعه بنعطي وحداتها وحدات الفلو اوفر اريا. تمام، يعني تطلع عندي وحدات زي هيك، متر مكعب بيردي لكل متر مربع، او متر مكعب لكل متر مربع اور، او لوك سكند، سنتيمتر مكعب لكل سنتيمتر مربع سكند، اند سو اون. فبس عشان نفرق بين انه الفي نوت اوفر فلو ريت والسرعه. طبعا في فروقات هائله جدا غيرهم. السرعه هذا عندنا هون هذا فيكتور، بينما الفي نوت هو سكيلر. تمام، هذا دائما الكيو على السيرفيس اريا او كروس سكشنال اريا العلويه، بغض النظر كيف كان شكل الفلو. انا اوضحها، لو كان عندي خزان اسطواني والفلو داخل عندي من تحت بيطلع عندي من فوق، فدائما كيو على السيرفيس اريا. لو كان عندي الحاله هاي نفسها، نفس الخزان والفلو بيدخل من الجانب وبيطلع من الجانب، برضه الكيو على السيرفيس اريا. سكيلر ما له علاقه وين هي السيرفيس اريا موجوده او وين مدخل الفلو ريت. تمام، السؤال اللي كان عندنا سؤال بسيط، انه عندي مدينه اسمها سليبي هولو عندها اوفر فلو ريت 17 متر مكعب لكل متر مربع دي، وفي عندنا بنشوف الريموفال افشنسي للبارتيكلز ترسب بديفرنت سيتلينج فيلوسيتي، يعني لها ديفرنت حجوم. فبالحاله هاي بنحول اول شيء الاوفر فلو ريت لوحدات بتشبه الفي اس، ال 17 بتصير بالحاله عندي 0.2 ملم بير سكند. ففي مرحله عندي بارتيكل 0.1 ملم بير سكند، فال 0.1 على ال 0.2 بيعطيني 50%. تمام، يعني الاوفر فلو ريت اعلى من السيتلينج فيلوسيتي، الفلو اوفر فلو ريت اعلى من السيتلينج فيلوسيتي. في الحاله الثانيه الاوفر فلو ريت والسيتلينج فيلوسيتي متساويات، فزي ما شايفين بيطلع لنا 100%. الحاله الثالثه في عندنا اللي هو السيتلينج فيلوسيتي اعلى من الاوفر فلو ريت، فبتعطيني 500%. وفي شيء اسمه 500%، يعني معنى فول ريموفال. زي ما شايفين الحاله سي هون، الحالتين هذول اكثر تنتين
بعطيني 100% وأكثر ريموفال للبارتيكلز لما يكون عندي سيتلينج فيلوسيتي أكبر أو تساوي من الفي نوت. لما تكون السيتلينج فيلوسيتي أقل من الفي نوت معناته الإفشنسي 50%، وهذا الحكي طبعا غلط 100%. حدا بيقدر يحكي ليش غلط 100%؟ بدي أعيد السؤال بطريقة ثانية. احتمال انه يكون في عندي الفي نوت اقل من الفي اس بشوي وستيل انه احنا نقدر نعمل ريموفال اكثر من هيك، يعني 100% ممكن نوصل. حدا يحكي لي كيف؟ اهم بحضر في محاضرة. كيف ممكن تكون الفي نوت اقل من سيتلينج فيلوسيتي وفي الحاله هذه ممكن يكون عند الافشنسي عالي؟ يكون طول الخزان اطول من المعتاد. احكي اعلى شوي. طول الخزان يعني بيكون اكبر. لا احط اكثر من خزان. لا لا لا. طب انا اوضح لكم اياها مره ثانيه. هي بالرسم طلعوا، هذا الخزان اللي عندي، لا الو في نوت بتساوي الكيو على السيرفيس اريا. هاي عندي كيو وهي السيرفيس اريا تبعته. في عندنا بارتيكل هي هون، ممكن يرسب لهون. هلا اللي صاير عندي انه هذا البارتيكل الو في اس اقل من الفي نوت، تمام؟ يعني بمعنى آخر رح يوصل لهون، مع ذلك الإفشنسي تبعته ممكن توصل 100%. دكتور هذا البارتيكل الفي اس أقل من الفي نوت، احنا بنعرف انه لازم تكون الفي اس أكبر أو تساوي الفي نوت. مين بحكة؟ انه بشفط المي النقي من فوق خليه يصطدمه خلص. مين اللي حكى؟ عودي بتذكرني بتضايقلك عليها علامة هاي. صحيح انا باخذ المي من هون، ملاحظين هذا الوير المي باخذها من هون، يعني هذا البارتيكل لما صدم بالخزان هون راح ينزل لتحت هيك. معناته الحكي بالاكزامبل شفناه قبل شوي مش دقيق 100% لكنه انديكيشن. بس احنا في الديزاين، في عالم الديزاين يفضل دائما على اساس نكون احنا مرتاحين انها احنا طبعا لازم نختار الفي نوت مش البي اس، انها الفي نوت اللي بنختارها او بنصمم عليها يجب ان تكون اقل او تساوي من ايش؟ من الفي اس. طيب بدي اسال سؤال ثاني. لما يكون في عندي سوليوشن معقد زي الويست ووتر وفي عندنا فيري ديفرنت بارتيكلز كبيره وصغيره وفيري ديفرنت دنسيتيز، طب انا بدي اختاره انا عشان في الحاله هاي اصمم عليه؟ إنه يكون أصغر بارتيكل. المنطق مش هيك؟ اللي بتحكي فيه المنطق يكون عندي أصغر بارتيكل بأقل دنسيتي، لأنه إذا شلنا هذا ما عاد شلنا كل اللي أكثر منه، لكن ممكن يكون مختلف من مكان لمكان. عشان هيك إحنا ما بنعمل، يعني إحنا بعد هاي المحاضرة بنبطل نحكي إيش اسمه سيتلينج فيلوسيتي، بنعمل طريقة مختلفة شوي
هلا انا بفترض انكم اخذتوها في بيئه واحد عشان هيك مش راح اعيدها مره ثانيه هون. ثواني بس بنعمل اشي بنسميه الكولوم تيست او الكوريمنت. هني مشهورات عندي من هون لانه هدول احنا عاملينهم لبيئه اثنين. بنطلع فيهم ب كرايتيريا للفي نود. ماشي، نطلع في كرايتيريا للفي نود. تمام. هلا عشان هيك احنا عندنا تايب 2 وتايب 3 وتايب 4 بالسيدمنتيشن ما لهم ثيوري، ما لهم ثيوري، انما بنعتمد على اكسبيريمنتال ورك على اساس انه نقدر نعمل كوانتيفيكيشن للديزاين باراميترز. الان بدي احكي هالمعلومات شوي على مستواها عالي شوي. في حالة السيديمنتيشن تانك، في حالة السيديمنتيشن تانك السنجل يعني الوحيد ديزاين باراميتر هو الفي نود. يعني اذا انا عندي معلومات قديش لازم تكون الفي نود، لازم اقدر اصمم سيدمنتيشن بيسن. لكن مور اوفر وي يوز اولسو تي اولسو اللي هو ريتنشن تايم، نستخدم الريتنشن تايم. هلا اذا انتم متذكرين بدايه المحاضرات قلت لكم احنا قبل ما نبلش الديزاين اول ذا تايم في معلومه بالنسبه لنا معروفه احنا كمهندسين او بنحسبها من البدايه. شو هي؟ كيو. كيو الفلو انا قلت لكم هي عباره عن ميرور ايمج للبوبوليشن ونشاطاتهم، السكان ونشاطاتهم الاقتصاديه والتجاريه والحياتيه. فعندي الفلو، اذا انا عندي الفلو وعندي كمان من الديزاين ليتريتشر او من ريجوليتري ايجنسي زي سوتمية مثلا من كتب الريكومنديشن للديزاين حكوا لنا خذوا هدول المعلومتين قيمه الفي نوت وقيمه التايم للسيديمنتيشن تانك. بدي ابلش اختار عشوائي. يا هشام اذا انا عندي الكيو والفي نوت شو بامكاني احسب؟ الفوليوم. مره ثانيه، عندي كيو وعندي معلومات عن الفي نوت، شو بامكاني احسب؟ سيرفس اريا. سيرفس اريا. طيب يا هند، احنا عندنا هند واحد ولا اكثر من هند؟ هند عندي الكيو والتايم، شو بامكاني احسب؟ حدا تاني؟ ليث ابراهيم، الكيو والتايم. الفوليوم، عندي الفوليوم والسيرفيس اريا، يعني الفوليوم على السيرفيس اريا شو بيعطيني؟ دبس. الدبس او احنا كنا نسميه الاتش او اي شيء ثاني. فلاحظوا عندي انا عرفت حجم الخزان، عرفت حجم الخزان والسيرفيس اريا تبعته والدبس. واذا عرفت السيرفيس اريا تبعته إذا كان سيركولر بطلع الدياميتر، وإذا كان ريكتانجولر بدي معلومات، بدي H وبدي W.
تمام، بس على الاقل بعرف السيرفيس. فهاي كلمه الديزاين، اني انا قدرت اوصل لحجم الخزان ولا ابعاده جميعها، حجمه زائد ابعاده. الان بس شغله واحده عشان المرة الجاية ندخل في الديزاين مباشرة، هاي المعلومات لازم تكونوا عارفينها 100%، لازم تقرأوا تشابتر، تركزوا في المحاضرة قبل المحاضرة الجاي. ضل مصطلح واحد حابب أحكي لكم عنه، اللي هو عند الويرز احنا في نهاية الخزانات هذه منحط اللي هو مسميه الوير. هلا الوير شكله زي هيك، هلا هذا يكون طولي زي هيك، او قد يكون على شكل ملتف دائري في السيركلر تانك، تمام. هلا بس انا بدي اركز على المنطقه هاي اللي هون، بدي اطلع عليها بزياده. هاي المنطقه تطلع عليها بزيادة، هذا ممكن يكون هيك شكله، وهذا بنسميه في ناتش وير، تمام. ممكن يكون شكله زي هيك، هذا بنسميه سكوير وير، ممكن يكون شكله زي هيك نسميه شارب كريست. هذا هو الوير، الوير اللي فوق. قد يكون الوير على جهة واحدة وقد يكون على الجهتين، يعني بوسيبل يكون على الجهتين هون أو على الجهة هاي. إذا كان على الجهتين بنسميه تو سايدد وير، موجود على الجهتين من القناة. القناة هذه مع الويرز اللي عليها، القناة مع الويرز اللي عليها بنسميها لوندر، بنسميها لوندر. الآن الطول عندي طول بنسميه L، فأنا في عنا الآن حسب شكل الوير اللوندر اللي عندي، هاي عندي الفلو الكيو جاي هيك بينزل جوا الخزان. فهذا المصطلح الكيو على ال، ال طول الوير او الفلو اوفر الوير لينث، هذا بنسميه وير لودينج ريت او وير لود، سمبلي وير لود. فوحداته دائما متر مكعب لكل متر مثلا بير دي او بير اور، هذا الوير لودينج ريت. يا ليث، سامعني ليث؟ اه دكتور. كل ما زاد طول الوير داخل الخزان اللي هو ابعاده موجود يعني محدوده، الوير لودينج بكل ولا بزيد؟ كل ما زاد الطول الوير المفروض انه يقل. يقل، تمام. طيب عندي لوندر زي هذا اللوندر من جهة واحدة، لما نشغله على الجهتين معناته شو عملت انا في الطول الوير؟ كسرته، زدته، شغلته على الجهتين. اذا قللت الوير لود. طيب ماشي ليث، بدنا نائل. يا نائل، معي نائل؟ ايوه معك. انو افضل عشان تطلع المي انقى من جوا السيديمنتيشن تانك، يكون الوير لود عالي، رقم عالي ولا رقم قليل؟ عالي يمكن. غلط، لا يكون رقم قليل. شو معنات انه الوير لود رقم عالي؟ انه عندي وير بطول معين بسحب فلو عالي كتير. الطول أطول بحكي. إذن لازم بالضبط، لازم نزيد الطول الوير بكل الوير لود، فبتصير نأخذ مي أنقى.
تمام؟ عشان بالضبط عشان تربطوا كل المعلومات هاي مع بعضهن. شوفوا الفيديوهات اللي عندكم على الفيسبوك كيف بيشتغل الخزان بهاي المصطلحات اللي لكم تفكروا فيها. في عندي one sided weir, two sided weir, الweir load, ماشي كيف بيشتغلوا عشان تربطوا معلومات الثيوري مع البراكتس. هلا هذا الحكي بقودنا انه للديزاين كرايتيريا اللي منها بنصمم الخزانات. فالمره الجاي بناخذ محاضره كامله على تصميم السيديمنتيشن تانك سواء سيركولر او ريكتانجولر. عشان ارجع اذكركم راح نكمل الديزاين لمدينه ووترلو, يعني بدنا نفس القيم تعود مدينه ووترلو ونلعب بالارقام اللي بين ايدينا نشوف كيف بدنا نصمم سيديمنتيشن تانك لهي المدينه. هيك خلصت المحاضره اليوم, واللي عنده اي سؤال انا جاهز. دكتور محاضرات كلها موجودين على الفيس وعلى المودل. بدكم احملهم على المودل بحملهم, بس هم كلهم على الفيس, انا مباشره بحملهم على الفيس. دكتور بالنسبه للشارب عن تقسيم العلامات هذا وسيم. طب كان في حدا قبل وسيم اللي بده يحكي يرفع ايده يعملوا ريز هاند. انه اللي كان يحكي قبل وسيم هلا جاك وسيم. كويس طيب كويس اسال دكتور الشارب وير في مجال تعيد بس رسمته بصوره سريعه لان رسمته خط واحد بس. بالضبط هو هيك بس خط بس هذا هو هي هاي الشارب كستير حفه بس يعني تكون مفتوحه بس هيك ولا لا لا هي حفه بس يعني بس زي ما هي مرسومه حتى فوق يعني يعني بيكونش فيها حركات او شيء بس بتكون خلص مستقيم. بالضبط هيك زي قناة عادية هاي بسموها شارب كريست. شارب انه يعني حفتها من فوق يعني هي الشارب يعني بمعنى اخر. هذا مقطع طولي يعني؟ نعم؟ مقطع طولي؟ مقطع طولي ده بس هذا هو تمام. تمام مين طارق؟ طارق احكي يا طارق. دكتور بس ده غلبك بالكوز يعني انا بدي افرض لينث معين عشان يطلع الفي اس اكبر من الفي نوت صحيح؟ وين الكوز؟ بالهومورك الثاني يعني بدي افرض لينث للخزان بحيث انه الفي اس اكبر من الفي نوت. لا صممناه احنا الجريت شارب. يعني اخذ معلومات من السابق انا. صممناه احنا تكمل للسؤال. ما انا بقول لك انه ان كونتينيو للديزاين للوترلو جريت شامبر فاحنا صممنا طوله وعرضه وعمقه يعني عندك الفوليوم تبعه وعندك السيرفيس اريا بدك تحسب الفي اس. خلص فهمت عليك. ناخذ معلومات من قبل. ايوه بالضبط. تمام ماشي. مين حكى وسيم العمري عن تقسيمة العلامات؟ انا متوقع انا ما اختلفش عندنا شيء تقسيمة العلامات غير انه الميد تيرم بصير هوم وورك. يعني ماشي تمام. يعني لغاية اللحظة هذه انه عندكم في عنا هوم ووركس, في عندكم بروجكت. انا مفكر اعملكم البروجكت من 30 والهوم ووركس من 20% والفاينل من 50. هلا احتمال نخلي الفاينل من 40 والهوم ووركس من 30 يعتمد على ادائكم. انا مش شايف الكل قاعد بيسلم لحد الآن. البروجكت في عنا ثلاث أجزاء, في عنا السيور, في عنا اللوكيشن للمحطة, في عنا المحطة نفسها. هلا السيور 10, اللوكيشن 5, المحطة 15, هيك بصيروا 30. عملتوا أنتوا التمرين تبع اللوكيشن للمحطة؟ لساتنا بالسيور. تمام. لما تيجوا عند منطقة اللوكيشن بتذكروني عشان أعطيكم محاضرة أونلاين أشرح لكم إياها. أوكي دكتور بالنسبة للمشروع تبع السيور إنه في شوية أغلاط بالمشروع نفسه فنكمل عليه عادي ولا كيف؟ كيف يعني في أغلاط؟ يعني مثلا المسافة بين المناهل كتير كبيرة يعني أكثر من 80 متر. في كمان إنه الكفر بيطلع كتير كتير عالي فمش عارف إلا مكمل هيك ولا ايش. ما هو بدكم تشتغلوا فيه لانه بمكان تتحكموا فيه. هلا انه قصدي انه مسافه بين المناهل كثير عاليه طبعا بدكم تفترضوا انه في مناهل موجوده على كل 50 متر ماشي.
يعني نضيف مناهل مش موجودة؟ بتقدر تضيفي بس ما انت بتقدر تطلع الـ XYZ تبعها يعني الـ Vertical الزد على القليلة كل ما فيها اللي هو الدبث تبعها ما بتقدر تطلعيه؟ الزد؟ المفروض لأنه معنا الـ Contour Lines. خلاص إذا نضيفي مناهل. أوكي تمام دكتور. بس معلش شوي صغير بس دانا دكتور. هلا ان ضفنا مناهل يعني انت عندك مثلا نقطتين بين المسافه مثلا 200 متر إن لا ضفتي... مش لهالدرجه لا لا يعني اسمعني شوي اسمعني شوي عندك نقطتين مسافه بين 200 متر الان تمام برنامج السيور برنامج السيور اذا كان عندك نفس السلوب السلوب بتغيرش بالمسافه هاي قد ما تحطي مناهل ما بأثر على الديزاين. اوكي تمام ما كنتش اعرف هذا الشيء. بأثر شوي صغيره بأثر شوي صغيره انه عند كل منهول بحسب هيد لوس ماشي قيمه الهيد لوس تقريبا 1% تمام. اوكي بأثر شوي صغيره اما بالمنطق انه اذا لهم على نفس السلوب معناته في الحاره هاي ما كله تاثير كبير عدد المناهل الموجوده. مين كمان عنده سؤال حكى لايث؟ دكتور احنا عندنا رسمتها عادي رسمنا الشبكه من اول وجديد وقصنا المسافات بس بصير برضه الكفر ضل 20 بسبب انه الكونتور اللي عندي فيه طلوع ونزول ففي منطقه مناهل اوطى من مناهل ثانيه بس مش اوطى من الاوت هول فبدك تعمل دروب 20 ما بينفع بدك تعمل دروب مانهولز دخلنا عليها دروب مانهولز بس لحد هسه مش عارفين كيف نحلها يعني حلينا مشكله السلوب حلينا مشكله الابعاد يعني صار عندي اكثر شيء عندي 50 متر وكل شيء مظبوط 100% بس ضل عند الكبر في تقريبا نسبه 75% اكثر من 3.5 لا مظبوط 20 تقريبا ممكن تدور على سكند راوت ديفرنت راوت ديفرنت اوت فول يعني حنحط اثنين لانه في نص الشبكه بالضبط في عندي نزول بعدين في طلوع يعني انت قصدك نفصل الشبكه جرب 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 ممكن او بدك تمشي بين اراضي المواطنين مثلا في منطقه معينه بس ما بصير هاي هذا الدبس ما بصير عدي دكتور كيف يعني اذا نفس السلوب ما بأثر المناهل مش اصلا يعني اللي بيحدد انه اذا بده يسكر المنهل او لا مش مثلا السلوب يعني عشان هيك نحن عم نحط 50 متر المسافه ماشي طلع من حيث الهيدروليكس اذا عندك هون مانهول وهي بايب ماشي عندك تمام هلا فلنفرض هاي المسافه اللي عندك هون 200 متر هاي رسمه مش حقيقيه بالحقيقه انا في عندي مانهولز ثانيين المانهولز الثانيين انا بغض النظر عنهم هاي درسوهم بالاحمر هم موجودين هون تمام هلا اذا من حيث الفرضيه انه البايب اللي عندي اللي هو باللون الازرق له ذا سيم دياميتر وذا سيم سلوب طول المسافه فتاثير التقسيمه لمناهل ثانيه من هيدروليكلي بس شغله واحده اللي هو بس بيساهم المناهل بالهيد لوس اللي بتساهموا في التوتال بروفايل للهيد من المنهل الاول للمنهل الثاني هذا عندي بلاش ارسمه بلون ثاني تمام هلا خليني لو رسمت انا خلينا نرسم باللون الاخضر لو رسمت الهيدروليك بروفايل في الحاله الاولى او لا هاي سوري نرسم باللون الازرق لو رسمنا الهيدروليك بروفايل بيطلع عندي هيك شكله نازل نزول تمام هذا الهيدروليك بروفايل الهيدروليك بروفايل الان
في الحالة الثانية لما يكون أنا عندي مناهج أكثر الهيدروليك بروفايل بده ينزل بالأول موازي طبعا على نفسه سوري خلينا نرسمه عليه بده ينزل هيك. كان عندي هذا الهيدروليك بروفايل سوري كان عندي هذا الهيدروليك بروفايل أولاني. الآن لما عندي مناهل تاني هذا هون بنزل شوي هيدلوس عند المنهل الأول بكمل هيك بنزل شوي عند المنهل الثاني وبكمل هيك تمام. فالفرق هو هاي المسافة اللي هون بالهيدلوس. هلا اذا هذا الرقم نيجليجبل بامكانك تقول انه خلص يعني ما بديش اياه وعشان انه ما نغلبش حالنا بالرسم بنقيم هاي المناهل كانها مش موجوده. حدا عنده سؤال ثاني؟ طيب اذا ما عندكم سؤال ثاني للمره الجايه ان شاء الله طبعا راح احط انا هومورك على المودل. في عندنا هومورك أسبوعية. يعطيكم العافية.